واحد كاوس يعني احنا بنحكي كل غرينا بنحكي على اجتماعيات على قصص معينه بتصير باي بني ادم يعني بالمتل في كاتيجوريا اكثر من كاتيجوريا واحده يعني انو كاتيجوريا انتم احنا الميلوديك ديث ميتال كاميرا ميلوديك ديث ميتال ميلوديك ديث ميتال الجمهور بيعرف انكم عرب في قسم عرب اغلب اغلب كل بيعرف صاروا يعرفوا بيعرفوا بشكل عام يعني بالمتل ما في يعني عربي يهودي اذا انت ميتاليست انت زيك وهذا عن الغناني او الموسيقى اللي بنسمعها بشكل عام او حتى الموسيقى الغربيه بشكل عام هون في نوع اخر من المضامين نوع ثاني من المضامين احكي لي عن هالمضامين انا في عندي مبادئ حياتي عايشه اللي صار لي فتره منيحه من سنين وافكر انه اجى الوقت انه اطلعها بغني بالغناء اللي انا عم بالفها او بالكلمات اللي انا عم بكتبها بتحكي عن الحياه بتحكي عن نفسيه بني ادم بتحكي عن قصه بني ادم كان بمأزق معين وطلع منه بتحكي عن حياة بني آدم بفكر كيف يوصل لهدفه على شو منغني؟ يعني ما تقولي أنا إحنا طلع إحنا غير شكل يعني إحنا مش فرقة رومانس ولا بعرف إيش إحنا منيجي منغني يعني كشغلات يعني عن الحياة تجارب بالحياة كيف مثلا طريقة نجاح بحياتك طريقة إذا مثلا طريقة معينة إذا بتروح بتكمل فيها مش راح تنجح شغلات هيك إنه أكتر عن الحياة لما انت حاسس احساس مش حاسس حالك مبسوط هذا اكتر سبب ممكن يشفي كل بني ادم مش عارف يعالج طفر لانه الطفر اذا ما قدرش واحد يعالجه ممكن يطلع بطرق كتير شنيعة فالكلمات اللي بنكتبها والشغلات اللي حاول نتجهها على اساس انه حياة اي بني ادم ممكن اي واحد يمرقه مش انه لا انا ما صارتش معي مش ممكن ما تصيرش معك انه انت قاعد مع شريحة معينة من الناس اللي هي بتآمن بشغلة معينة وانت تصير ايش اني انا هيك وانا مش هيك انا بدي اصير زيهم تخون مبادئك تخون ايش انت مبني لا انا بدي اكون هيك لا انا بدي اكون هيك مش ممكن ما يكونش مرأة مع اي حدا مش راح نحكي ايش اللي يجي يخلي بن ادم ينتحر او يساوي ايش بحاله بدنا دائما انه الاشي للاحسن طبعا احنا كفرقة بدنا ننشهر وبحاجة كمان بدنا الكلمات تكون يعني تجذب الجمهور مش ايش تفوتهم بديكاون ولا بعرف ايش بانيكا احنا اخذنا خبره من الناس يعني احنا مثلا الفكره تبعت الغناني مش انه واحد انا عم بفكر وعم بنصح واحد تاني اعمل هذا الاشي اكيد راح تنجح لا ابدا احنا بناخذ خبره من الناس اللي حوالينا من الحياه ممكن انا مش بس مثلا انا من خبرتي اللي هي عمري 24 سنه او 23 سنه انا خبرتي ب 23 ممكن من عن طريق لما بتسمع من اهلك خبره هي اكبر خبره كمان من اهلك من ستك من كذا هاي خبراتي اكبر من هيك فهي احنا اخذنا جمعنا هاي الخبره بغنوية أنا بصيرش أنا أفوت الناس اللي عم تسمعني بشغلة أنا ممكن أفكر فيها أنه ممكن تزبط أو لا الموسيقى الشرقية حتى كمان برضو اللي هي بتنعرض اليوم على التلفزيون أو حتى كمان اللي بتنباع بالدكاكين عبارة بس عن كلمات عبارة عن حب إعجاب حب إعجاب حب إعجاب نقطة بعدين في عندك كمان موضوع بقدر تتخرف عليها أو أنه مثلا بالباقي الدول العربية اللي بغنوا يحيى الملك وعاش الملك
إيش إحنا من الضجة يعني بشكل عام إحنا المجتمعنا بدنا أشياء أكثر واضحة فيش فيها هاي. إذا بتنتبه للكلمات إذا بتقرأ كلمات يعني ليركس تعون الكلمات هاي الغناني هاي تلاقي إنه في ألغاز في شيء مفهوم كمان لما تسمعها مش فاهمها يعني كمان لو تقرأ كلمات لازم تفكر كتير عشان تفهمها. مطلوب كتير جهد من الجمهور لهذا النوع من الفن. مظبوط. هذا نوع الموسيقى قليل ما يقدروا يفهموه لأنه نوع موسيقى بعبر عن ما واحد بده يطلع كل طاقته كل غضبه بشيء معين كل إشي بيكون حاسس فيه وبيطلعه بهاي نوع الموسيقى. يمكن صح نوع الصوت أو الغنى اللي مش مفهوم بس الكلمات اللي مكتوبة بالذات لفرد كيوس لأن أنا بعرفها منيح وكنت أعزف معها بتعبر عن كتير شغلات اللي هي طالعة من القلب اجتماعيات كتير مهمة. شوي عنيف عنيف كثير عنيف. انا صراحه بحبش كثير الستات الجراول يعني صوت الضج هذا بس عشان اصحابنا يعني جايين نشجعهم. شادي شو بتحب؟ كل شيء الموسيقى خاصه الموسيقى. انا بحب الموسيقى مش كلها يعني الفرقه اللي كانت قبل بحب اللي فيها الميلودي يعني اكثر اما الضج اكثر من اللازم بحس في لها معنى بحالات معينة ولحظات معينة بس مش دايماً يعني لحظات نادرة معينة. بحس إيش جواتها فيه شوي عنيفة. لا لا هاي بتفرغ طاقة يعني وكل واحد يعني له موسيقى إيش هو بحب وين هو متخبر أكثر وبسمع. معقول الغنانة نفسها بتنسمع بطريقة اللي هي طريقة دفش اللي تنسمى هيفي بالإنجليزي اللي هي موسيقى صاخبة بس نفس الوقت الغنانة أو الكلمات اللي احنا بنحكي عليها هي مواضيع كتير بتحكي عن البني آدم بالدنيا كيف عايش بظروف معيشته شو هو كيف بحس كيف بشغل بحس بأي منطقة هو موجود فيها. لما بتقرأ كلمات غنانينا بتلاقيش قتل أو شغلة من الشكل بالعكس بنحكي عن الدنيا وكيف ماشي الدنيا وكيف كل بني آدم بحس بكل موقف وبكل فيه. يمكن الطريقة اللي عم تعرضوا اللي بيعرضوا فيها المضامين هاي عم بتكون شوي عنيفة في منه؟ معقول بس بقول لك عم بحكي لك قصي على الكيوس بس للموسيقى احنا موجودين ولا ضد اي حدا ولا بنعترض على اي شيء مش للعنف ولا لاي شغلة ممكن حدا يفكر فيها. هي الموسيقى وهي الكلمات اللي بنكتبها اللي هي بتعني كل شيء. بعد ما بقدرش احكي لك عن باقي فرق بس كل فرقة مبنية على طريقة معينة زي ما حكينا لك هيك المثل ما فيش حدا بيمشيك على طريقة معينة. طريقة الكيوس وطريقة فرقتنا احنا بنمشي على طريقة الالحان نحب الالحان نحب الموسيقى كموسيقى والموسيقى اللي خلقنا فيها واللي اتربينا عليها واللي انا حبيتها وكل الشباب حبوها هون هي المثل. العالم اللي برا بتشوفه من برا بتشوفه عنيف بس اذا تفهمه مظبوط مش عنيف شالي ولا حبه يعني ملوش دخل بعنف يعني. هاي موسيقى بتعلق موسيقى زي ما قالك يا فراس اي فرقه كلها اي فرقه بتختص بالموسيقى بتاعتها وبالمسر اللي بتوصله من خلال الموسيقى بتاعتها. احنا المسر بتاعنا مش العنف وهذا هو المسر بتاعنا موسيقى كلمات لحن يا الكلمات جاهزه هون انت بتبلش فيها بيس مع درمز.